أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل تصح الصلاة خلف فاسق مثل من يشرب الخمر أو الدخان أو هو مسلم؟ لا يصلي خلف فاسق يجد غيره ممن هو أحسن منه دينا، فيصلي خلف العدل، خلف التقي، خلف المؤمن الكامل الإيمان أو القوي الإيمان، ما دام أنه يستطيع. أما إذا لم يستطع ولا يوجد إلا هالجماعة هذولا أن يصلون خلف هذا الإمام الفاسق، ولو ما صلى معهم يصلي منفرد، يصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة خلف الفاسق ولا يترك الجماعة. نعم. أما إن كان يجد غير هذا الإمام ممن هو أتقى منه وأحسن منه دينا، يجب عليه أن يذهب ويصلي خلفه.